اليوم نكرم من حفظوا حفل برعاية مباركة من معهد بذور النجاة في مسجد السيدة فاطمة الزهراء في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، تم تخريج دفعة من حفظة كتاب الله. عدسة الفرات كانت هناك لتنقل لكم فرحة الحافظين وأجواء الاحتفال. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. معهد بذور النجاة عملنا على تأسيسه مع بعض أهل الفضل في هذه المدينة المباركة منذ عامين أو أكثر، وقوافل الحلقات تعمل بفضل الله سبحانه وتعالى في هذا المسجد وفي مركز آخر أعد من أجل الحلقات، واليوم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعشرة من الإخوة الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى بطريقهم لقراءته بالإجازة، وإن شاء الله نحن مستمرون بفضل الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، من بذل ومن قدم ومن علم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله تعالى المعجز الذي في كل يوم يأتي لنا بالعذاب، في كل يوم نسمع عن القرآن ونزداد به تعلقا وشوقا إلى فهم معناه. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالب محمد أحمد الحسن البجعة من دير الزور، قد أتم الله علينا بفضله وكرمه حفظ القرآن الكريم في هذه البلدة المباركة مدينة الباب، في هذا المسجد المبارك مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، بعد عامين من العناء والجهد في معهد بذور النجاة الدعوي مع ثلة من المشايخ الكرام، واليوم كان تكريمنا بفضل من الله في هذا المسجد. نسأل الله العظيم أن يعم هذه البلدة بالأمن وأن يفتح على شبابها وبناتها وكبارها وصغارها بحفظ كتاب الله الذي هو منهاج حياتنا، والحمد لله رب العالمين. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. بعدسة مراسلنا وكالة الفرات للأنباء.